عامر. هلا. تعال يا حبيبي. وش السالفة؟ ترى ما بمشي غير يا عامر عشانك. تعال في حضن أبوك. تعال وحشتني. وحشتني يا عامر. تعال يا حبيبي. وش اللي أبوك يا أبوي؟ ملحوس أنت؟ يا ابني صدقني أنا أبوك. ملحوس إيه؟ شكلك مضيع يا عم. ترى ما بمشي لل... عامر عامر خد أنا أبوك. الله يخرب بيت أبوك. تركي معك تصفيق ما عليك. أي فزعة أي شيء. انقل انقل باي. تعال عامر عامر. هلا تركي صديقي عامر الفتى الذهبي. اقول اخلص بس وش عندك؟ بغيت بس توصلني نهايه الشارع عند البوفيه. لا يا شيخ ما عندك رجلين تمشي عليها. يا حبيبي انا مشغول عندي اغراض ودي لاهلي. احد يتغدى خبز ولبن؟ اقول مو بشغلك ضف وجهك. ها تعابي عجيب والله. زاد انا اقول الاشهب هذا ما هو ولدنا. لا لا الاشهب ده ولدي انا. انما انت ولدك الابيض من المسفر. من بعد ما افتتحوا العروبه راحت على خريس. سبقتني هنا. سلك له يبا شكله صحيح. احترم ابوك. هذا ابوك الحقيقي. ابوي انا؟ ايوه يا ابني انا ابوك. انت ولدي حبيبي صدقني. وبعدين الاوراق شوف الاوراق. ومش بس كده هعمل لك كل التحاليل اللي انت عاوزها عشان اثبت لك. هعمل لك تحليل دي ان اي، تحليل دبليو سي، تحليل اتش اتش. ده انت حتى شبه يا ولدي مناخيرك شبه مناخيري ودانك شبه وداني بس ودانك انت اكبر شويه. يما معقوله عامر مو ولدنا؟ والله يا مها ماني عارفه. بس حتى لو في خطأ ولا لخبطة هو يعتبر أخوك من الرضاعة. The both are same name. Yes. Okay, we will go and check the baby ID. Okay. Okay. ده خسرت عليك كتير لحد ما ربيتك وكبرت وبقيت راجل. بفتكرني اخويا وافتكر اخواتك. ربنا يسامح المستشفى اللي عملت فيك كده يوم ولادتك. اوعى تستندل وتنصمك. افتكر بقى المحشي والاكل اللي كنت بتتعبني فيه. ايوه يا ماما هيوحشني اكلك قوي. المحشي والكرنب والملوخيه والقرابيط. نايل نايل واسكت كتك 60 ميلة. ده هناك بقى هتاكل اكل ايه؟ احسن من اللي كلته عند امك مليون مرة. القرصان والمندي والمرتزيز وكلكم. والمرتزيز دي لوحدها كوم تاني بقى. حلوة قوي المرتزيز دي. لا طالما كده اشوف وشكوا على خير. الله يوفقك مع أهلك الحقيقيين. إن شاء الله ما قصرنا معك بشي. صراحة يا عامر بنفقد حسك بالبيت. الله صبرنا على فراقك يا أخوي. عادي أخذ الهلي معي. الهلي اللي بني أعطيها ولدنا الصدزي. هات المفاتيح لو سمحت. وعامر على طاري المفاتيح أنا أقول عطني مفاتيح البيت. البيت لحرمة بعد. طب عادي أجي آخر الليل أنا مغرفتي وأروح. لا رحنا عند أهلك. طب عادي أخذ سليمان. لا شبي فيك رح عند أهلك. أفا وراهم قلبوا. هذا ابوك روح سلم عليه وبوسه. بابا حبيبي بابا حبيبي روحيتي بابا. هاي هاي بقول لك بوسه مش تعضه. بالراحه ده ممكن يرجع في كلامه. لا يروح فين ده مسادات لقيته. ايه ترى ما يوزع شرهات. عجيب والله. هذا لنا وهذا لنا. هاك يا تبارك فيه يا حبيبي يا بابا. حبيبي وش هالاخلاق وش هالذوق وش هالذكر وش هالتربيه. طبعا انا اللي مربيه. ما شاء الله ونعم التربيه والله. روح سلم على امك واختك واخوك وخذ الشنطه معك. امي واخواتي اخيرا هشوفهم. يلا
بالراحة، اوعى تحط حد فيهم. وراه مسرع. عشان كده انا مشيته. والله؟ ايوه. اجل مشينا. مشينا نروح كده ولا كده؟ ندزها للشقة. يلا. ايه؟ يلا اركب يا عامر. بروح اجيب الشنطة. طيب بس بسرعة. بسرعة، ده انت وحشني قوي يا عامر. عمورة! عمورة! ما تنساش الجبنة الرومي ها؟ والفسيخ! طيب؟ وتعال على السيكل اللي فوق السيارة للاستراحة! عمورة! حياتي! سيبك منه! ده بتاع الضبان! وش ده؟ مشوار ساكنين في الدور الثالث؟ معلش بكرة هتتعود عليه. عامر! 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 يا نهار أبيض يا حبيبي، تعف ريحي، تعالى تعالى شم ريحتك يا ابني. ده كريم وده رامي. أخيرا شفتك يا أخويا، أنت فينك من زمان؟ ودي أمك. تعالى يا حبيبي، ده شبه أمه دي. أيوة. إيه مش عاجبك هغيرها؟ لا كويسة. طيب يا نهار ابيض، الشقه كلها نورت. تعال يا حبيبي. ايه مالك؟ ده نمك، ده نمك. تعال في حضني يا حبيبي. Don't touch me. لا تلمسيني، لا تلمسيني يا قلبي. تعال يا حبيبي، تعال اوريك الشقه، هتشوف اوضتك. تعال يا شيخ. يا عم محمود. يا لهوي. يا عم محمود. تعال يا حبيبي، تعال تعال. بص دي اوضتك. هذه هذه غرفه بزارين. لا ده كريم اخوك فوق والتاني تحت، وانت تنام على الكنبة هنا. هو بيسع المكيف ولا ايه؟ ليش المكيف؟ وش فيه؟ لا اصل عطلان، بس ما شيلش همه خالص. كل يوم ولا يومين او شهر ولا شهرين، قول سنة بالكتير وهصلحه. عم عاد وصار به لخبطة بين العيالين. عمتي اسمها نورة، والمرة الثانية اسمها نورة، ولد عمي اسمه عامر، ولد المرة الثاني اسمه عامر، والحمد لله كان رجع لأهله. قصة غريبة. مساكم الله بالخير. أهلا أهلا. الأستاذ عامر، أنت جيت بالبسكليت اللي فوق العربية حقتكم؟ شكلك ضارب من ذا الكشري وصاكها فسيخ وجاي تحلي بشربات عندنا هنا. إيه روق روق، الأقلب عليك. بزر وعطينا وجه. ها كيفك ولد العم؟ انا بكيفك ولد عمك. راح ينشد ابوك محمود من عيال عمومك. يا عيال ترى طقطقنا عليه واجد، ومهما صار ترى عامر خوينا وما نرضى عليه. صدقت يا سيري؟ تسكت ولا تطلع اكبر الاستراحه؟ انا قاط حالي حالك فينا في الاستراحه. الا على ذكر القطه يا استاذ عامر، ترى القطه بعد يومين ناوي تقط ولا شلون؟ ما اعرفش، اقصد بشوف وضع الوالد المادي. قطه عامر اعتبرها مدفوعة، وعامر هذا مكانه. يا حبيبي يا ياسر. ما تخافش يا عامر، ده انت صاحبي. تدرين يا مها، انا للحين ماني قادرة استوعب اللي صار. بصراحة يما انا مرة مبسوطة ان اخويا صدقي رجع. بعدين شوفي شلون مرتب ويسمع الكلام. خدت الهوية السعودية، خدت الهوية السعودية. مبروك يا ولادي. الله يبارك فيك يا أمي، ربنا يخليكي لينا. ألف ألف مبروك. الله يبارك فيك يا أختي. سليمان، بعد إذنك يعني ممكن ألعب معك جيم بلاي ستيشن؟ أنت خوي الكبير، مو بلازم تستأذن. إيه المشكلة؟ عادي يعني. أول عامر كان ما يستأذن، على طول يأخذ اليد حتى لو بآخر الدقائق. تفضل العب على راتك. يا شبك حبيبي يا عيني. حرام عليك بتقلديني. كفاية. صوتك وحش، صوتك وحش، مش عاوز احرجك من الصبح. هو صادق صوتك حلو. نعم؟ اقصد صوتها وحش. وان شاء الله كده الترقيل اللي انت لابسه. هذا تيشيرت الهلال، اليوم مباراة الزعيم، بروح اشوفها بالاستراحة. زعيم مين وتشوف ايه؟ يا ريت انت من النهارده بتشجع النادي الاهلي المصري، ها؟
هو ده الزعيم الحقيقي. اوه يا اهلي يا ابه، ايه العظمه دي كلها ابه. اوه يا اهلي يا ابه، ايه العظمه دي كلها. مفيش مروح النهارده. عايزه اخدك الجنينه معانا عشان تشوف قرايبك. لازم تتعرف عليهم. اما عاد ولا زغني الشبرا وميدان الاوبرا فيصل والجيزه على قلبي عزيزه سكتكات وجولاه على دماغ وراه. اللي قولي لي يا اختي، عملت ايه في جوزك؟ علقته في المروحه. اظن جاب لكم هوا اكتر. الحين لو كشتنا بالطوقي ولا بالتنهات مو بحسن يا بابا؟ نعم يا اخويا، عاوزنا نروح التنهات في العفره والرمل والتراب ونسيب الجنينه الجميله دي. طيب ورا ما ناخد شاليه يا ابني؟ ده شاليه ب 2000 ريال وفي نفس اللي هنا وهنا ببلاش كمان. قول له قول له قول له. هذا نظامكم. اتفضل. اسلم. اتفضل يا ابوي. احسنت. لا خلي حطها مسانة. اسف يا ابوي. اقول يا ابو عامر، منو نماذي لما اخذه؟ هذا ولدي عامر. اقول والعود، اني اعرف ولدك عامر، هذا لسه عامر. المسألة طويلة وعريضة، بعدين اعلم. اكرم. لا عامر. اقول لك اكرم يعني كان. ماشي حاضر. اتفضل. اقول والعود. انت قافش كده ليه؟ ملك يا محمود. مالك يا حبيبي؟ بيقول لي دور لك على كفيل تاني وإلا هعمل لك خروج نهائي، وأنا لسه ما حوشتش. نسافر مصر والفدانين بتوع أبوك نقعد نشتغل عليهم، إيه رأيك؟ الفدانين بتوع أبويا؟ أبويا باعهم عشان يعالج جده. ننزل مصر وبرضه كمان نطمن على جده، إيه رأيك؟ ولا ننزل ولا نروح، أنا بدبر لك كفيل. يا ريت ربنا يخليك يا عامر. ابشر بعزك. والان عندك مؤسسه قلت مالها الا خويي تركي، الفزعه، الشهم، الكريم، الشجاع، المغوار، المهم احسن واحد بالحاره. تراك نسيت ميزه من ميزاتي. وش يا استاذ تركي؟ الزبدي، يعني بزبد لك الحين. لا تكفى الا ذي يا استاذ تركي، طلبتك. لو نقلت كفالتكم انتوا هالكاملين هذولي، ايش راح استفيد انا الحين؟ يلا انا موافق، سمع المنطقه. انا موافق. عيش. اتحداك يا الخوي البطل. ويمدينا من بكره ننقل كفالتنا على تركي. الله يعطيك العافيه. الله يخليك، ربنا يسعدك يا عامر يا رب. ده كان هم ونزاح من على قلبي. عفا عليك، ما سوينا شيء. ده انت سويت كتير كتير قوي قوي يا عامر. حتى شوف هذه شهادتي، وش جابها عندك؟ مش مهم ايه اللي جابها عندي، المهم ايه الدرجات الفاشله اللي فيها دي. لا تشيل هم، اذا جت الاختبارات النهائيه ابشد حيلي. لسه هستناك في الاختبارات النهائيه وطول السنه قاعد بتعمل ايه؟ ها؟ قاعد بتعمل ايه؟ بص يا ولد، انت حلك الوحيد لازم تذاكر في اليوم 6 ساعات. اما عاد 6 ساعات. قوم هات دروسك اذاكر لك، قوم عشان اطمن عليك. الحين؟ قوم هات دروسك اذاكر لك. يا زين ابو عامر. قوم. عجيب والله. سم سم الله عدوس. إلا يا أبو عامر، ما تدري وش أخبار ولدنا الأولي عامر؟ أوهو، هماي 20 مرة قاعد يلت لعنى سساني. أنا ولدنا عندنا ولد الناس، وش علمنا؟ أقول له وين ولدنا؟ ولدنا من يجي من المدرسة يروح ينام ساعة، وبعدين يجلس يذاكر لين الليل، يقول يبي يدخل الطب. ما شاء الله، كفو كفو، مهم مثل ذاك اللي يتصدح بهالاستراحات طول الليل وطول النهار يجي نايم. ايه يا حبيبي، عملت الارنب ده مخصوص لك. يسلم ايديك، ما عملتيش ملوخيه عليها ليه؟ تاكل بط بقى يا عم. بط؟ وين البط؟ ده هذا هذا نعيمي، ما هو بط. اوعى عينك، اوعى تمد ايدك. انا راح اوزع. تلعب بلوت انت؟ ايوه. وزع. شرطة، مش قلت لك اخلع انت؟ انت بتعمل ايه؟ هتخلع هدومك قدامنا؟ انا مجنون انت؟ قوم شوف الباب يا كريم يا ابني، افتح. السلام عليكم. انيل من الشرطة. لا سلام على طعام، استريح معكم والله ما تقوم، والله ما شاء الله ما شاء الله.
انت حتشفطنا ولا ايه؟ تبي حمام؟ ايه هات هات سم. الله 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 ممتاز. طبعا دبلني في النعمة هنا وحنا مشرفين في الاستراحة. اهلا بالكفيل تركي، من يوم ما نقلنا كفلتنا عليك ودي أول مرة نشوفك، وإن شاء الله حتبقى آخر مرة. أحسن شيء يا عامر إنك تكفل واحد زوجته طباخة 100%. اعملي لي زي هذا بالضبط. من عيني يا حبيبي. ده الراجل ده داخل يطلع على صبر. على فكرة يا عم محمود، ولدك ده طلبت مرة إنه يجيني يوصلني البوفيه، تدري وش سوى؟ سحب علي. سحب عليك؟ عامل فيك ايه؟ انا موتك. اخص عليك يا عامر، اخص 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 اخص. الراجل بيقول لك وديني بوفيه، يعني معناته جوعان. تسحب عليه؟ اخص عليك يا عامر، اخص. مش طايق اشوفك. كانت عندي ظروف. تقديرا لظروفك حقبلها. راح توديه للزلفي. ما انا موديك. حتوديه غصب عن عند ابوك. ابشر يا بابا. وبسيارتك. حاضر، بسيارتي تروح الزلفي. حاضر. الله يخرب بيتك، كان يوم اسود يوم انا انت كفلت عليك. مساء الخير. مساء النور. وينك يا تاخرت على العشاء؟ انا تعشيت عند سواقي عامر. والله يا امه تطبخ طبخ مصري يا جماعه الخير. حمام، بط، كشري. على فكرة تبي تتعشون عندهم تغدون عادي، انا كفيله، روحوا في اي وقت. الا شمور وعامر عسى شغيل. الامانه والله جيد. ليه تبي منه خدمة؟ تبي شيء يا عامر؟ إيه يا أبي، تكفى عندي بالمزرب مو حياله، أبي بس يحارثه أعطي حقه. بكرة الصبح الساعة 6 الفجر عندك في العيالة، ولا تدفع له ولا ريال. يا من العافية. تحت أمركم لو بغيتوا في أي شيء، أي شيء، غسيل سيارات، روحة جاية، مشاوير، أبدا كلموني. هذا كفيل يا جماعة. تعال شبعك، حبك شبعك دلال. تعال يا ابن الحلال. تعال شبعك، حبك شبعك دلال. والله وراحت ايامك يا هلي. ايش تبي يا باشا؟ عاوزك بكلمة راس. عايز ايه يعني؟ لا الموضوع طويل ما ينفع هنا. مش عاوز اتأخر عن الجامعة. يلا انجز معايا في الموتر. انجز. الله يخلف. بس تركي ذلني، ما غير مخليني مره مزارع مره سواق. انا ما ادري وش اسوي، مالي الا الله ثم انت. والله صعبت علي قوي يعني. وراك حزين اكثر مني. اصلك تاثرت قوي يعني بكلامك. ازهلها. كفو يا الذيب. تحب تفطر ايه؟ افول وطعميه. الله، وانا كمان نفسي افول وطعميه. اركض فديتك. اتحداك وراك كذا ذا. الله. يومين مش عارفين عنه حاجة أبداً. حبيبي يوم، يومين، خمسة، إذا ما جاني اليوم ترى ببلغ عليه هروب. يا لهوي، ليه يا ابني؟ حرام عليك. قطعت قلبي الحقيقة، مع أنه عامر والله ما يستاهل، لكن عشان هالمحاشي لك يوم واحد، يوم واحد بس. لو عملنا لحضرتك بطة محشية فيها كم يبلي بس. يا جماعة هو ده اللي حصل مع عامر. أظن طبعاً الكلام ده مش هيرضيكم. روح لتركي وشوف وش يبي. أبشر يا بابا. نقل كفالة. وين المشكلة؟ بكم دول يعني؟ ب30,000 ريال. عاجبك ولا دقريوس؟ ايه 30,000 ريال؟ دول كتير قوي بالمصري. طلبتنا يا ابو عامر. خير خير ان شاء الله. انا عرفت السالفه كلها.
دفعت 30,000 لتركي ونقلت كفالتك. انا اي هنت. طب وين كلكم؟ ابيك تروح تجيب عيالك. احنا ما نقدر نستغنى عن بعض. فعلا احنا ما نقدرش نستغنى عن بعض ابدا. يا حبيبي يا بابا. ايه ايه راح فين؟ بروح لابوي. انا ابوك. انا اقول لك مليون مره بالمناسبه يا ابو عامر ما تجيب لنا مفطح. ترك بدايتي.